حرام يا ست ما تنادش معايا، ده هجيب القناه الاولى بتاعت اسوان وحلايف وشلاتين كمان. هي بقول لك ايه؟ امري يا ست. انا امري ما شفتش الواد زيزو الكهربائي جعوره؟ انا اسمي جعور مش جعوره. صدق بالله انا كل ده فاكرك جعوره. ما تزعلش. طب ما شفت الزيزو؟ وش معنى سيسو؟ ما اللي يعمل سيسو انا ممكن اخدم حضرتك فيه. انت كهربائي؟ لا انا مش كهربائي، بس اتعلم عشان خاطر حضرتك يا ست العرايس. على ما تتعلمها بقى كنا نروح شفت فين زيزو. طب رايحه فين يا ست سناء؟ رايحه فين يا معلم شرشابي؟ يا معلم ست الكل بنفسها. ازيك يا صالح؟ محدش بيشوفك يعني. موجود يا ست الكل. بقول لك ايه، ما شفتش زيزو الكهربائي؟ زيزو شفت بيش وصفته. ايه يا اخويا، احنا هنشتغل بعد على الصبح، عارف ولا هتفرهدني؟ يا ست اهدي عليا شويه، ده انا عارف كل حاجه. بس قوليلي اقول لك ايه، هو منين بيودي على فين؟ من احسان لهاله يا على الكراكون يا على المأذون، انت وبختك بقى. عرفت منين ان شاء الله؟ العصفوره قالت لي. العصفوره منها لله. استني يا ست سناء، الحقي. ايه يا اخي صبري، عايز مني ايه؟ المعلم الشمشابي متنفس كده على الاخر، وانا خايف لحسن يجرى له حاجه. تلاقيك انت اللي نرفزت. والله ما عملتلوش حاجه. قولي يا واد، قلتله ايه؟ ما عملتلوش حاجه خالص. قلتله ايه؟ قالك ما قلتلوش، هو عايز كده متنفس. والله ما قالني ايه. انت يا بنت ايه اللي منزلك بمنظرك ده من فوق؟ هو انت على طول منظري ده مش عاجبك؟ الحق عليا يعني، انا بشوف طلبات البيت بدل ما انزل زن عليك. زن؟ هو في زن انيل من كده؟ في ايه؟ عايزه ايه؟ مش عايزه حاجه. النهارده الصبح اتكهربت وكنت هموت وتخلص مني. عايزه زيزو الكهربائي. يا رب انت وامك بحق جاه النبي في ساعه واحده. عايزه ايه يا اختي؟ عايزه المعفن الكهربائي زيزو. زيزو؟ طب اطلعي وانا هندهولي. يا بنت خلاص اطلعي فوق يا بنت وهبعته لكم. طب والنبي يابا بسرعه ما تاخرهوش. يا زيزو قول يا اسطى. كتير كده يا عم لطفي، ولا كتير ولا حاجه. شوف يا اسطى يا زيزو، عم السكه كانت زحمه. يا ريس جاي. تعالى. حاضر يا ريس انا جاي. تعالى كل معايا لقمه. ما ديك شايف بقى يا عم لطفي، يا عم سيبك منه، تعالى كل معايا لقمه. معلش مره ثانيه بامر الله. ايوه يا رياسه. يا عم حاسب يا عم. بس انت امر يا رياسة. يا ست ايه بقى؟ ده انت من وانت قد كده وانت مشاكس. اه غلبان يا معلم وربنا. غلبان؟ انت غطسان فين يا ابني؟ بندور عليك بمنكاش بقالنا كتير. انا تحت امرك يا ريس اهو. والله عمك قنديل قالب عليك الدنيا. ده هي انا وعدت وفنيت بيه. انا مؤاخذة يعني، انا مين عشان اوعد واكلمك؟ انا غلبان. اه غلبان قوي. وربنا غلبان. وربنا لو قعدت اكلمك ثلاث ساعات ما اطلع منك بجمله. بدل بقى ما اطلع منك بجمله، اطلع صلح السخان اللي انت بوظته. طب نص ساعه بس يا معلم. ولا دقيقة. بنت الكهرباء كانت هتروح فيها النهارده. اعملها اتنين لينيا وغير بقى، احط لهم فيشه جديده. امرني امرني يا ريس. يلا يا اخويا بسرعه بسرعه. اه يا زمن. بس هذا جعور. لا يا معلم. انت اتخرصت ليه؟ اغيرك واجيب واحد بدلك النادي ولا ايه؟ لا انا صوتي ما وجعنيش خالص يا معلم. يلا يا اخويا. عندنا غساله عاديه، عندنا غساله موتوماتيك. موتوماتيك؟ تعال يا حاج خدي لك هديه. وقرب يا ابن الحلال. يلا يلا روح اتعرب الناس من المحل يخرب بيتك. شايب النعناع يا سيد المعلم. تسلم ايديك يا سناء، كنتيها عندي لحد ما اخلص. وخلي امك تيجي تستلم بنفسها الفيشه، مش كل شويه تحرجيني مع الراجل. ما الفيشه هي اللي كل شويه بتسخن. ما انت لو صنايعي شاطر مش هتخليها تسخن. فيشه سافله. عندها امك. امي نايمه في اوضتها. طب بقول لك ايه يا زيزو؟ ايوه يا ستي. ما تعرفش من غير لمس بقى. الله خلاص يا اخويا، من غير لمس جسمي بيقشعر. خلاص خلاص. ما تعرفش محامي كويس؟ اعرف بس عايزاه ليه؟ اصل انا عايزه اتطلق. تتطلقي؟ الراجل لسه مرمي في الحبس، تروحي تتطلقي؟ بقول لك ايه، ما تستهبلش عليا، انا عايزه اتطلق علشان مين يا اختي؟
العشايه هناك. ماله؟ اسمع بقى يا بنت الناس عشان ما نلعبش في دماغ بعض. احنا اتفقنا اللي بينا صحوبيه، استجداع، استلطاف، مش اكتر، ولا نسيتي؟ يا عبد العزيز حس بيا شويه. يا ود انا بقيت احلم بيك. يا ربي. هو انا كل ما اركز في المصلحه ورقمه العيش تطلع لي مصيبه من تحت تقطيع الارض كان العكوسات مصروفه لي. ويعني يا اخويا هو انا كنت سالتك بتعمل ايه عند قنديل في مخزنه؟ خرب بيت ام المخابرات اللي مشغلاها. هو انت فاكر ان في حاجه في شارع عبد العزيز بتحصل وتخفى عني انا؟ بقول لك ايه يا زيزو، ما تقابلني بكره. لا بكره ولا بعده ولا بعد شهر كمان. عندي خبر هيخليك تترمي في حضني وما تطلعش. يا ست خبر ايه اللي عني بقى وسيبيني. لبنى هتتقري فتحتها الاجازه الجايه على العصر. مش هيحصل. يبقى تقابلني بكره عشان تعرف بقيه الموضوع. يا مراري، يا مراري منك يا سناء يا بنت الشرشابي. ايه لما التركيز اللي انت فيه ده؟ خلاص يا حاج انا ظبطت الفيشه بامر ان ما فيش حاجه. تقول حاجه تانية ولا اتكل على الله؟ رايح فين يرحمك؟ الله جرى ايه يا طنط؟ انت مش حرامي في دوره الميه؟ ايه مالك؟ مالي؟ جتملي يا اخويا لما تبقى تململك في ضلوعك. بقول لك ايه يا ام، انا عارفه الحركات بتاعتك دي كويس قوي. عايزه تعمليهم اطلعي عندك التليفون بره وقولي للشرشاب اللي انت عايزاه. لا 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 ده انت فجرتي على الاخر وعايزه تاكلي قلم على وشك عشان ما تصلي على النبي يا حاج امار. الله سلام يا حبيبي. في ايه؟ مفيش حاجه حصلت. ده كله الله ولا حصل. امشي انت يا زيزو اما اشوف ايه موضوع الوليه دي. امشي. ايوه امشي انت يا زيزو. يا ولاد المجانين ما تنساش بكره هستناك. امشي يا زفته. نعم. عايزه مني ايه في يوم اللي مش معدي ده؟ عايزه اعرف ايه اللي في دماغك بالظبط؟ ما هو كل يوم والتاني تبعتي تجيبي زيزو الكهربائي قال ايه؟ فيشه الحمام ضربت. مش عليا انا الكلام ده. اكيد في بينك وبينه حاجه، بترتبوا حاجه من ورا ظهري. عايزه اعرف ايه اللي بينك وبين الكهربائي قبل ما فشفش عظمك وانت واقفه؟ اللي بيني وبينه حب من طرف واحد. بجري وراه بتدلدق عليه وبتحايل عليه وتقلان عليا، مش راضي. وبيني وبينك هيرضى بيا ليه؟ ده انا واحده خارج بيت. ياما خليني شايله في قلبي وسكت احسن لو انا انفجرت هولع فيكم كلكم. لا 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 ده مش انتي. ايه يا بنت الكلام الفارغ ده؟ ايه يا بنت البجاحه والجراءه دي؟ ازاي تكلمي امك بالشكل ده؟ ما انتيش مكسوفه على دمك لما تقولي انك انت مدلدقه روحك عليه وهو مش موافق. انا بقى مش هسكت ولازم ابوك ياخد خبر. ابويا ده بالذات السبب في كل المصايب اللي انا فيها دي. اللي جوزني للجعر بتاعه بهلول الحرامي اللي بيشتغل عنده، ولما سرقوا زياده شويه سجنوا ورماني ورا ظهره زي ما اكون كلب خشب مش لحم ودم. ولعلمك اذا عايزه تروحي تقولي له قولي له انا مش هخاف من حد بعد كده. واذا مد ايده عليا همشي واسيب لك البيت الطربه فوق دماغك. غوري غوري من وش جاتك مصيبه. مش هقول لك تاني يا انور، الفلوس دي هي اللي هحتكم عليها انا واللي ورايا. وانا قلت لك قبل كده برقبتي، واذا كنتش واثق فيا يا عم احنا لسه على البر. لا واثق فيك، بس انت بقى لو مش واثق في المستورد بتاعك ده فكك من السفارات وتعالى اقفل معايا غسالات. يا عم انا هكتب معاه ورق مش سمك في ميه. وبعدين الراجل عمره ما قال لي معايا. جمد قلبك كده بس واتكل على الله. يا زيزو انا حاطط كل فلوسي زيك. يا راجل يعني مش مخزن حاجه تحت البلاطه كده في الكلوب اللي فوق ده؟ لا لا تحت البلاطه والكلوب دي تتنظر يا زيزو. ماشي توكلنا على الله. وعملت ايه في سكه التوزيع؟ يعني انا اخد منه ووزع فوري بس في السر. ها عشان الحيتان الكبيره تحل عن قفال. خدت الايس اب بتاعتك؟ اه صحيح في علبه الحلاوه الطحنيه بتاعتك دي. ادي 50 معاك هم دول 250 يبقى كده تمام. تمام اعمل لك فطور على 7 جنيه الحته. ماشي يا جمايلك يا ابو الانوار. اتكل انا على الله. سلام. طيب انا هنجز واطل عليك. واطل عليا بكره زي دلوقتي. ها ماشي. الله يخرب بيت زيزو على اليوم اللي شفناه فيه. انا مش قلت لك هاتولي من تحت الارض؟ متحنط عندك بتعمل ايه؟ ايه؟ اديله السماعه عشان اديله على دماغه. ايه يا سيدي المعلمين؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ الله مش في اتفاق بيننا؟ مش كلام رجاله؟ مش في شغلانه لازم نخلص منها؟
ولا انت كنت بتعمل شويه في الاول كده وخلاص؟ ها؟ بقول لك ايه؟ قول لي بالظبط انت ناوي تعمل ايه؟ يا سيد المعلمين، ما انا في الموقع اهو. اه جاري تنفيذ المهم على اكمل وجه. لو ربنا المشوار ده ما كانش ينفع اتاخر ابدا. اه بامر الله اسلمك 20 حته على بالليل. ماشي يا معلم، سيبني بقى، عايز اركز، هبقى اكلمك بالليل. اه ماشي ماشي ماشي. سلام. اتفضل. بقول لك يا شافعي، انا يا اسطى عايزك بقى بالخمسه جنيه دي تشبرقنا فول وطعميه. ها اوعى تنسى الطرش. ماشي يا اسطى. بقول لك ايه، انت مش هتريح لك ساعتين؟ ده انت من الساعه 2 بالليل واقف على رجليك يا جدع. مش وقت، وتوكل انت على الله. ماشي. انسى الرجاله يا شافعي عشان احتاجك، وتنزلوا اللي خلص وتطلعوا لي الجديد. انا يا اسطى بقول لك ايه، انا عايزك تكلم المعلم قنديل ينزل لنا طبيخ من عنده فوق في البيت. ها لحمه، فراخ، اي حاجه بدل حرق القلب اللي احنا فيه ده. فدي بقى عندك حق، بس انا هسيب المهمه دي عليك. شافعي. انا يا اسطى. هات الخمسة جنيه كده. اي خد ال 20 دي. اه هات لنا معاك اتنين حاجه ساعه. حاضر. وبجنيتين شوكي. ها حاضر. اتفضل كده، يبقى حسابنا 350 جنيه بركه. ماشي يا معلم، روح بقى وتعالى لما الحاج يجي ان شاء الله. بس ده مش نظام مع الحاج. امال فين الحاج؟ معرفش والله فين الحاج. طب ما تشوفوا لنا فين عشان نلاقي نشوف اكل عيشنا. يا عم انا اعرف فين كنت نادهت. عايز تسيب حاجتك اهلا وسهلا، عايز تاخدها وتيجي بعدين اهلا وسهلا. الله، انت باين عليك مالكش في الشغل ولا ايه؟ يا عم انت مالك ليه في الشغلانه؟ انا ماليش انت كمان. الله 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 الله، دوق يا عم صالح. خير يا بركه؟ فين الحاج لطفي؟ فين يا عم علي؟ موجود يا عم، اهدى بس كده وصلي على النبي. في ايه يا عم صالح؟ ما تطلع تشوف الحاج، انا لسه شايفه طالع فوق من شويه. يا خالد اللي عندها ما دام شفته. يا سبحان الله، في ايه يا عم؟ انت عندك ظروف ولا ايه؟ يا عم مش ناقصه خف الدم والنبي يا علي. يا عم اهدى. طب انا هطلع انا اشوفه. فك بس الكرافته شويه كده واهدى. خير يا بركه؟ اقعد وانا اجيب لك عصير. خلي بالك من المحل بقى يا اخي. اتفضل تيجي بقى يا عم علي. ايه يا عم صالح؟ كيمو هتسافر كده يا عم وتسيبنا؟ اسني يا عم. ايه الاخبار؟ عندي عامل ايه؟ عاملين ايه؟ كله فل الحمد لله. انت يا عم اللي طريقك اخضر وفتحت معايا. النقطه من اولها تشربوا ايه الاول بس يا عم؟ هات اي حاجه. مش تشوف الراجل يا عم وتمشيه؟ يا عم ولا مش عايز اسمع الكلام. المهم تشوف منه. الناس قافلين النهارده بقى، عايزين نعمل حاجه حلوه كده بالليل. والله هموت حاجه. انت ماشي؟ عموما يا حاج انا عملت باصلي وجيت اتكلم معاك قبل ما اروح المستشفى. اسمع حل ما تتكلمي يا بنت بدل ماما موتك. يا ست اهدي اهدي، هلا مش صغيره يا بنت. احكي لنا حصل ايه بالظبط. عايز اقول لك ايه بس يا عم؟ تقولي ايه العلاقه اللي بينك وبين صالح بالظبط من غير اي كسوف، عشان لما اكلم ابوك في التليفون اعرف اقول له ايه. ايه يا علي انت واقف عندك تعمل ايه؟ طب بخبط على الحاج لطفي. ما حدش هو ما حدش موجود جوه ولا ايه؟ انت كنت جاي لي بقى عشان الراجل بتاع الكراريس مش كده؟ ايوه بتاع كاريس. اصل جه العم صالح تحت وصالح مكسل قوي يطلع، فانا طلعت. بقى ايوه هو بتاع الكراريس. انا بقى مشيته جاي بعد المغرب. ماشي ما تتفضل. لا شكرا. سلام عليكم. كلمي حرام عليكي، قولي كل حاجه قدام ابوه. تعبتيني. صالح كان مساء الخير. عالي عالي، شوف المصايب اللي عاملها لنا اخوك. شوفي قال. قولي لي يا دكتوره، لو كل ده كان حصل لك تقولي لي ابوكي كان هيعمل ايه؟ ما تتكلمي يا هاله. صالح جه البيت قبل كده ودخل اوضتي وحسن نايمه. استغفر الله. تمام وانا نايمه يا سفله يا ليله الادب. هو كان وعدني بالجواز وفجاه قال لي انه مسافر بره، بس انا مش متاكده انه هيوفي بوعده. انا حاسه انه هيغلع ويسيبني غرقانه. اللي انت بتقوليه ده مستحيل اصلا. طبعا دلوقتي مستحيل، ما اللي ترمي نفسها في النار يستاهل كل اللي يجرى لها. ايه ده بس؟ انا هجيب صالح وافهم منه ايه الحكايه؟ الحكايه بنت ايه يا حاجه اللي رايح وجاي على الجامع؟ ابنك ضيع مستقبل البنت وخالي بيها وهرب ويقول ما شفتش ما عرفش. لكن يمين بالله لو تخلى عن اختي لاكون فاتحه في شارع عبد العزيز كله. لو ايه كمان؟ هعمل له مجلس رجاله من كل شارع شويه. ولو كان عرض الناس عندك عادي، لكن في رب وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. يلا يا ستي. يا ستي. يلا يا اختي. يا ساتر يا رب. اتفضحنا بالشارع كله. يا ساتر يا رب. اهدى بس يا بابا اهدى. انا بس خرب بيتك يا صالح سيبنا. يا ابني ليه يا لعيب؟ الواد ده طول عمره مركز. امال اقعد اعمل هنا ايه يا ابني؟ اقعد في المخروبه دي يعني؟ صباح وفل يا صالح باشا. ايوه العصير الساقع كده، اثنين عصير مانجو وواحد تمر هندي كده. الحساب 7 جنيه ونص يا باشا. عند ابويا يا معلم. عند ابوك يا صالح. ما تشبطيش مع الحاج يا عم. يا عم هو الراجل ما بتاخرش عليك، فك نفسك بقى. صباح فل يا رجاله. شكرا. سلام عليكم. اقعد اشرب حاجه حبيبي. قول لي بقى يا عم، حجزت ولا لسه؟
والله ابو كيمو هانت ان شاء الله الجواز هيجي عليه التاشيرات واطلع انا بقى من الارض دي واخلص. ما تنساش صحابك برضه. توصيني برضه حمدي، عيب عليك يا جدع ده انت اخواتي. انت قاعد هنا ولا على بالك؟ ايه مالك فتحت ايه؟ انت تخش جوه من غير شوشره كده وفهمني اللي حصل. انت مش هتحترمي نفسك بقى، انا مش عايز ازعلك عشان خاطر الناس دي. الناس دي؟ انا عايزه افهم ايه اللي بينك وبين البت هاله دي. انت يا بنتي هتصدقي كلام البت المجنونه دي وكدبي اخوكي برضه؟ يا اخي دي ناويه تفضحك في الشارع كله وهتجيب رجاله تشهدهم عليك. يا ماما لو مش خايف على نفسك خاف على ابوك، خاف عليا. يا حبيبتي هي مش هتقدر تتكلم، يعني هتروح تفضح نفسها؟ مالكيش دعوه انت الموضوع ده واطلع منه. البرود اللي انت فيه ده؟ طب اطلع اتكلم مع ابوك اللي هيطق فوق، اطلع قول له ان مفيش حاجه بينك وبين البت اللي اسمها هاله دي. يا اختي والنبي خليك انت في مصيبتك وحل عني بقى، واذا كان على ابوكي انا عارف ان البت هاله واختها فوق دلوقتي، انا هرسيها الحوار كله بالليل، مالكيش دعوه انت، خلي بالك من المكتبه وحاسبي الواد علي، باي باي. يا رب خده، يا رب خده وريحنا منه بقى. لا اصحاب العقول فرحه بقى. يا خالتي انت بس بتضحكي على ايه؟ يا بنتي والله بقالي مده ما ضحكتش. لا ده انت قلل خالص يا مريم. طب بس قولي لي اكلمه اقول له ايه؟ عادي بتحصل، قولي له مريم جت تخطب باك مني. لا اذا كان كده بقى يبقى عندك حق، وعلى كده بقى هتجيبي له شبكه بكام والمؤخر قد ايه عشان ابقى عارفه يعني. يا خالتي انت بتهزري؟ طب والله لا انا سايباك وراح اتكلم معاه. يا بنت تقعدي هنا الله يقطعك ويقطع جنانك، لو كتاب اللي احنا ما كناش بنات. يا خالتي مالك محسساني كده انك جايه من ايام الفراعنه؟ لم لسانك يا مريم لحسن اطلع اقول لامك الكلام اللي انت بتقوليه ده. طب خلاص خلاص، انا بس يا خالتي خايفه على زيزو، هو مش هيلاقي عروس احسن مني ابدا، وبعدين انا مجهزه نفسي ومش هطلب منه اي حاجه، وبشتغل دلوقتي عند دكتور كبير قوي في مستشفى وبقبض مرتب حلو قوي قوي قوي. طب اهدي بس يا مريم وفهميني، زيزو عارف وموافق انك تتجوزه ولا علامكوا الجدع من دول مالوش راي؟ ونسكت يبقى السكوت علامه الرضا. يا خالتي انت بتهزري، انا بتكلم بجد، انا فاهمك زيزو خايف يدخل دنيا، لكن انا بقى الشاي ودي اتاخرت اهو عشان تاخدوا راحتكم في الكلام. يلا يلا عم بخش فيك، كان وراكي ايه؟ لا هو ايه ده؟ لله انا بتكلم مع خالتي في كلام سر. هو اللي يتكلم كلام سر يا مفضوحه انت؟ يتكلم بصوت الجرس ده؟ وانت ايش تكون انت عشان خاطر تسمعي كلامنا؟ يلا هوينا هوينا على بلدك. وعلى فكره يا بخت من زارو خفف يا حاجه. عيب يا مريم. حاجه عليا حاجه عليا، كنت هقول لك وصفه لعبد العزيز تخليه يدوب فيكي ويموت عليكي كمان. جد يا اشجان؟ طب استني استني، خدي خدي اشربي كوبايه الشاي وروقي دمك. اول هام اشجان، البنت مش ناقصه مراجيح، دي راكبه الهوا خلقه. لا لا والله هتكلم جد. طب ما تقولي بقى وخلصينا. الشاب في سن عبد العزيز بيخاف من الارتباط عشان المسؤوليه والخلفه، كمان بيخاف يخسر حريته. مرته هتقول له كنت فين؟ اتاخرت ليه؟ عايز البس؟ عايز اكل؟ طب ما اذا كان على كده انا مش هساله على اي حاجه خالص. اقول لك على حاجه تجمد قلبه وتشجعه على الجواز. اه يا اشجان قولي لي. الحب. الحب؟ طب ما انا بحبه والله العظيم بحبه، بس انا يعني بتقل بقى والحركات دي. ينيلك بيت، ده الدنيا كلها عارفه انك بتحبيه. مش بتكلم عنك، انا بتكلم عنه هو. وانا اذا كان عليا عارفه والله العظيم ومتاكده ان هو بيحبني، بس هو متردد. لكن انا بقى نفسي كده يقول بقى قدام كل الدنيا بحبك يا مريم. لا لازم تدفعي لي عاد عشان اقول لك ده. ادفع لك ايه؟ يبقى زي ما خالتي قالت انت بتشتغليني بقى. جرب يا ابو البنات وخد جهاز البنات، تعالى يا ابو العيال وانا اشتغل لك شيال، عندنا التلاجات والتلفزيونات، خش يا هانم خش يا بيه. خد في ايدك مع الزباين شويه عطيه، دول حبايبنا. عاشر شابي، مبسوط ومرضي ولا لسه زعلان من صاحبك؟ يلا مبسوط، ده انا متكيف قوي، احنا بنكيد الاعادي دول كلهم، بس انت بقى وليني بالبضاعه على طول علشان شايف الرجل عامل ازاي في المحل. طيب ما بقول لك ايه، ما انت لازم تفهمني انت ناوي تبيع بكام عشان ما نكسرش بعضينا. شوف التكلفه هتبقى كام وزود 100 جنيه. طب ما تعلي شويه عشان نقرب من علام واصحابه. ونقرب منهم ليه؟ ما تسيبهم يولعوا، وبعدين انت عارف اللي ينفق في الشرشابي يولع فيه، واللي ينفق في البارودي ياااااش عليلها. ايدك على المعلوم. طب ليه قله الادب دي؟ ما احنا قاعدين مبسوطين اهو. اما ابقى بيع بأديك، قوم روح محلك، قوم روح محلك، قوم شوف رزقك. يا باي ما كنا قاعدين حلوين وبنضحك. اقول لك عايز الفلوس ايه؟ عم زيزو. ازيك يا معلم؟ عامل ايه؟ ايه مالك قاعد لوحدك كده ليه؟ حد مضايقك ولا في حاجه العيال ما نفذوهاش؟ لا بصراحه ربنا في فكره كده طقت في نافوخي، قلت اجي اقولها ورزق على الله. اه اقرا يا باشا.
لا ما عنديش وقت اعمل، انا احب اسمع بس. صلى على النبي وعلى الصلاه والسلام. عليه السلام. احنا هنعمل حاجه اسمها عرض مخصوص. ازاي؟ ايه عرض مخصوص؟ قول لي ازاي؟ ها؟ ازاي؟ ازاي؟ النهارده انت عندك الغساله بتاعتنا دي بنبيعها بسعر اقل من السوق والجميع يعلم ذلك. اه. او ما انا بقى استفيد بفرق السعر ده؟ يعني مثلا العيال تشبر السعر بتاع الغساله وينزل بيه حته حته ويديله حته غساله ثانيه من نوع ثاني او ثلاجه او تلفزيون فوقيها بحيث يبقى اجمالي التخفيض واحد. انت تهتي مني ليه يا معلم؟ تستني تليفون لما لا لا معاك ركز معايا يا ريس. معاك والله ورحمه ابويا لا هيكسبك هيعديك. انا معاك. يعني مثلا انت الغساله بتاعتك دي ممكن تبيع فوقيها مكوه بخار مروحه شفاط ويبقى اجمالي الخصم كله على بعضه 10% بحيث الغساله تاخد معاها حته تانية ويبقى فرح جنب طهور. الله ده حلو قوي، اول مره اشوف فرح جنب طهور. حلو. طب لو الزبون بقى عدت مشترياته 1000 جنيه نعمل ايه؟ ها؟ نعمل ايه؟ قول لي نعمل ايه؟ انت قول لي نعمل ايه؟ اقول له نعمل ايه؟ ندي له خصم 25% على بعضه بقى، كله يبقى على بعضه. حلو حلو قوي. حلو قوي. ايه رايك؟ حلو حلو. حلوه؟ حلو حلو. تلميذك يا ريس. يا حبيبي تلميذك. ايه الدماغ دي؟ ربنا يبارك. لا لا لا، انت ولو تاجر ابن تاجر. ربنا يبارك. لا لا لا، الدماغ دي الدماغ دي لازم تتباس. حبيبي يا معلم. ايه اللي في دماغك ده يا عم؟ الحمد لله على السلامة. دي كبيرة قوي يا عم. ربنا يبارك. والله كبيرة. اقعد. لا 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 يا عم. يا عم ارتاح. ايه ده؟ انت حاجه جميله جمال يا راجل، انا ما شفتش كده. لا خمرتها في مخي النهارده بجد. لا لا انت عارف بقى طبعا انا ما بدفعش عربون ولا بدفع مقدم لحد، دول عشانك انت وعشان جمالك. الله. اللي قلته ده كله انا قلت يعني هتديني حاجه مكافاه انتاج. لا ده في الاخر بقى بعد ما نخلص شغلنا كله. عينيا ليك. ماشي بس خلي بالك من حاجه. اتفش على الفاترينا ولا اي حاجه حكايه العرض ده عشان ما نتشمش. دي حاجه بين البياع والزبون. وتدي العيال مكافاه اوفر تايم بحيث الواد من دول يهجم على الزبون يركب على ودنه وهتك يا زن بقه ما يتقفلش. وكل لما يتكلم في حاجه يقول له سعر الغساله كذا بحيث يديله بيها مثال. تمام 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 يا ريس. تمام. تأمرني بحاجه؟ ربنا يكرمك. والنبي. ربنا يكرمك. والنبي. ده انا مش عارف او يعني ملبوخ. ربنا يخليك. اشكرك ازاي؟ مش عارف. الله يبارك لك. الف سلامه. الف سلامه يا عبقري. على شافعي مرة معدل. تعال هنا. بص بقى انت ادم واحد عندي هنا في البياعين، عايز افهمك على موضوع جديد. ها؟ موضوع مهم جدا 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 اسمه العرض المخصوص. ها؟ ما دام عملت كده يبقى بالراحه بقى وطقطق ودانك عشان افهمك. ماشي؟ اسمع يا سيدي. عجبك واقف الحال ده يا قنديل انت وصاحبك؟ لو يرضيك كده يبقى ماشي. انا قلت لك يا عم الحاج 100 مره انا ماليش صاحب في الشغل. انا عارف انت عاوز تتكلم على ايه، على الغساله الجديده اللي نزلتها في السوق بالسعر الجديد. انا اقول لك حكايتها. واحد بيصفي مخازنه والتجاره شطاره، اشتريها ولا لا؟ ولا اشتغل في الفسيخ والرنجه؟ وبعدين بقى النوع اللي من الشغل ده احنا بنسيبه للصبيان الغلابه. بقى تحمد ربنا بعمل لكم رجل في شارع عبد العزيز، مش احسن ما بتوع المسك والعتبه يجوا يقفوا لكم؟ بعدين لازم نبيع بالرخيص، هنقعد نبيع بالغالي؟ الغالي ما يرضيش ربنا، حرام. لا ازاي؟ لكن مش حرام عليك يا اخي توقف حيالي وحال الشغيله اللي معايا علشان خاطر حضرتك تاكل وتبيع وتنبسط. المهم ان انت ما تنشفش دماغك وتسمعني. كنت عايز اقول لك على حاجه الاول. حاجه كده افتكرتها يعني قديمه. قول يا ابن البارودي. ابويا الله يرحمه، قول الله يرحمه يا عم. الله يرحمه. الله يرحمه ابويا كان حكيم. والله كان حكيم. مش حكيم عيون يعني او حكيم بيدي حقن، لا حكيم يعني حكمه، عنده حكمه يعني. مره قال لي حكمه، قال لي بص يا قنديل اللي ياكل لوحده يزور. لا استنى في واحدة تانية جاية. قال لي حكمة تانية، قال لي اللقمة
بتنادي اكلها. اه والله. بقول لك يا انديل، هات من الاخر، انا خلاص فاضيه منكم ومن اوضاعكم. ماشي، هديك بضاعه من الجديد 20 حته. قطاعي. قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله. ولما تديها لي بسعر القطاعي بتاعك ده يا انديل، هاكل فيها عيش ازاي انا وانتم مولعين في السوق بره انت وصاحبك؟ غسالتي ارخص من اللي عندك واللي راده في السوق كله. اقول لك حاجه، عاوز تكسب هات عربيه حط فيها البضاعه واخرج بره شارع عبد العزيز، بره القاهره كلها، انزل على طنطا وبنها وكفر الشيخ، ولما ترزق ادعي لي. وكمان عايزني اشتغل لك موزع يا انديل على اخر الزمن. اه يا زمن. بقول لك ايه، انا مش هخلص معاك. هتجيب لي 20 حته دول امتى يا انديل؟ كمان 3 ساعات يكونوا عندك، وادي الفلوس كاش على المعرض عندي، واللي عاوز انا جاهز. واحد بس ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده، اسمه الشرشابي. انت بتقول ايه؟ والله زي ما اقولك كده يا معلم، الواد تابع اخبار لسه جايين لي ان هو كان عنده ولسه طالع وكان مزقطت كده وفرحان على الاخر. وعدها لك راس الحية. لا فينا كمان ضربه في الضهر. قولي. نعم يا معلم. بعد ما طلع من عند علام راح على فين بالظبط؟ راح على المخزن بتاعه يا معلم. افتحي يا سناء يا بنتي، هتفضلي قافله على نفسك كده طول النهار؟ افتحي يا سناء، هقول لابوك يجي يكسر الباب ويكسر دماغك معاه. طب افتحي يا دنايا، انا امك حبيبتك عايزه اقول لك كلمتين. افتحي يا بنت الله يخليكي. افتحي يا سناء. اتفضلي اضربيني. يا سناء يا بنتي، انت عارفه قد ايه انا بحبك، انا امك، ماليش في الدنيا دي كلها غيرك. بلاش يا بنتي تنفذي اللي في دماغك ده، ابوس ايدك. انت عارفه ابوكي قرش ملحتنا منه لنفسه كده، ايش حال بقى لما يعرف حكايه الكهربائي؟ هيعمل فينا ايه يا سناء؟ انا اللي عارفه كويس قوي ان هو مش حاطط على حجره غير ابنه الظابط، وانا لو كنت طلعت واد كان زمانه حطني فوق راسه. وادكي ما طلعتيش واد، طلعتي بنت، والبنت لازم تمشي طوع ابوها، وابوها يبقى مين؟ عمر الشرشابي. مش هيسيبك يا سناء، مش هيسيبك تعملي اللي في دماغك. انت يظهر ما تعرفيش ابوك يبقى مين في شارع عبد العزيز. الكلام ده على شارع عبد العزيز مش على بنته. لازم يعرف ان في واحده لحم ودم متحنطه جنبك في البيت. تعبت ياما عديت، وبعدين مش عارفه راسي من رجلي. وهي حبستك في الاوضه طول النهار، هي اللي هتعرفك راسك من رجلكي؟ يا ستي هتقولي بفكر هعمل ايه طيب؟ وبعدين انا عايزه افهم بذمتك ودينك، هو انت والراجل جوزك ده ناويين على ايه؟ انتوا عايزين تحنطوني لغايه لما الراجل الاهبل ده يطلع من السجن؟ هكون عنست، هكون مفيش. وبعدين لو لحقتني اجيب لي عيل هرضعه شهرين ويلا حسن الختام. طب نسيبنا بقى من الزفت اللي في السجن وخلينا في الزفت الكهربائي ده، لغايه دلوقتي انت مش ماليه ايدك منه. قلتيها له يا بنتي بصريح العباره كده، انا هتطلق يا زيزو، هتطلق علشانك يا زيزو. رد عليكي قال لك ايه؟ ما تيجي نقضيها كده صحوبيه. فهميني بقى يعني ايه صحوبيه بين ست في ظروفك وشاب عازب؟ فهميها لي يا وليه. ومين قال لك ان انا كنت همشيها صحوبيه؟ احرق قلبي عليها قبل ما تفضحني يا رب. امشي اطلعي بره، دي عليا براحتك. امشي اطلعي، مش عايزه اسمع دعايا. انت يا بنت، مش انت قايله ان هو حاطط عينه من لبنى بنت لطفي؟ يا بنت ده انت اللي قايله لي. حتى لو اهو اخويا عاصم رايح يخطبها وهتغور من وشه، وانت بدل ما تقعدي تطلعي تدعي لي عليا، ادعي لي يما بالسعاده، نفسي في الواد يما. طب افرضي بقى ان المخفي اللي في السجن قبل يطلعك، وان الاستاذ الكهربائي وافق يتجوزك وجه لغايه هنا عشان يطلب ايدك، تفتكر ابوكي بجلاله قدره هيمد ايده في ايد الواد اللي جاي بيته يصلح له السخان؟ ما تخافيش على دي، وهاتيها واحده واحده عليا، مش كله فوق بعضه كده. وبعدين انا هقنع زيزو ان الشرشابي هيروح للحد عنده ويقول له بقول لك يا زيزو خد البت دي، انا مش عايزها. ايه رايك؟ طب ما تتصرفيش في اي حاجه لما تقولي لي الاول. اه لازم تاخدي مشورتي، احسن انا وانت نلاقي نفسنا مرميين في الشارع. واخده بالك؟ هنترمي في الشارع، خليكي فاكراها دي. حاضر ياما.
ما يمكن البنت دي مش مظبوطه اساسا وجايه ترمي بلاها على صالح. بتقولي ايه؟ انت بتقولي ايه؟ احنا هنضحك على بعض. انت ما شفتيش اول ما احسان طلعت المحفظه وقف اخوك يهرتل بالكلام ويدافع عن نفسه عامل زي ما يكون حرامي ومسكوه. ايوه ماشي، بس يعني لو طلع كلام البنت دي صحيح احنا هنتصرف ازاي بقى ولا هنعمل ايه؟ والله بقى مضطر، بدل ما تقعد تسوق سمعتنا في شارع عبد العزيز كله وسمعتك انت بالذات، مضطر اتجوزها له. انت بتقولي هاله دي تبقى مرات اخويا انا؟ عندك حل تاني قولهولي لحسن انا خلاص عقلي قرب يشك مني. مساء الخير. قول صباح الخير. هنبتدي بقى. شوفي يا بنت الناس والله انا جاي من بره دماغي لذيذه كده ورايق ومش عايز بقى رغي كتير والكلام بتاعكم ده. دماغك لذيذه؟ انت صنف جنسي مليتك ايه؟ عايز افهم. فهمني، ده من امور ارتكب جريمه الليله دي. جريمه؟ وعلى يا حاج؟ روق انت بس. ويا سيدي عشان ما تقولش ان انا بقى برد عليك ولساني طويل وبرغي كتير انا هسكت خالص. الله يخرب بيت شياطينك، الله يخرب بيت شياطينك. يا ابني فهمني اعمل ايه في المصيبه اللي انت جبتها لنا دي؟ برضه. طب اقول لك على حاجه حلوه؟ انا هخش اوضتي كده دقيقه واجي لك على طول. السلام عليكم. عم الحاج سامع كلام الواد بيتكلم كده ليه؟ معلش عشان خاطري. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم الحلاوه اللي انت فيها دي؟ انا قلتها كلمه وعمر نظرتي فيك ما هتخيب. انت عارف وقفتك معايا دي عمري ما هنساها لك، وهردها لك وهتقول قنديل البارودي قال لي يا لعبه الايام وانا ورحمه ابويا يا معلم عمري ما هسيبك الا لو انت قلتها. مش عايزك يضغر من وشي. مقهور من وشي؟ ده انا اتخرس قبل ما اقولها لك. بس بقول لك ايه، بلاش حكايه رحمه ابويا دي، بقلق منها قوي. ربنا ما يجيب قلق. لما زيزو يحلف بالغالي يبقى لازم تصدق. ها اخبار العرض المخصوص ايه؟ هيقول مخصوص؟ هيقول ده بقول اولان. انا سايب المعرض بره مولع، طالبين 20 حته، غير ان السوق لسه عايز كمان وكمان وكمان. وانا ايه بقى؟ متكل عليك يا حلو يا اسمر. سيبتي ولا تخشي ولا مش عارف ايه؟ انا جيت لكم في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت اللي في ايه؟ الشنطه دي؟ هقول لك، بس خلينا الاول في موضوع البنت اللي اسمها هاله دي. يا بابا البنت دي اصلا مش مظبوطه، وانا واخدها زي ما هي كده، وما عنديش استعداد اصلح غلطه حد غيري. ما تروحش بقى هي تبني نفسها فين ولا مع مين وتيجي تلبسهاني. الله يخرب بيت شياطينك. فهمني، انت ايه علاقتك بالبنت دي؟ ما انا بحكي فيها يا عم الحاج من الصبح، بس انا واخدها زي ما هي كده مبليه يعني. ما تحترم نفسك كده وتتكلم كويس. بس يا بنت انتي مبليه ولا مش مبليه؟ انت مالك ومالها يا ابني يا حبيبي؟ لا ابوك بتاع الكلام ده ولا حد من عيلتك له في الكلام ده خالص. ليه عايز تسوق سمعتنا؟ يا عم اديني سايب لك بيتك النضيف دوت عشان تستريح من وسختي وما تشوفش وشي تاني. السلام عليكم. استنى يا بليه يا مصيبه انت. فهمني اعمل ايه مع الست دي؟ ولا اي حاجه خالص يا ابويا، سيبهم يخبطوا راسهم في الحيط. بابا انا عارف ان انت ماشي في الكلام ده، بس اسمع مني، مش هيقتلوا حاجه. ويا عم عشان تستريح خالص انا كده كده ماشي وسايبها لك مخدره. مسافر ومش راجع تاني، انا خدت الباسبور والتذكره. شوفوا شوكوا بخير. صالح لبنى الحين بدا السكر. انا حاسس خلاص هيغمى عليا بقى. توكل على الله يا مولانا، كده بالصلاه على النبي عندك 9 حتت جاهزين. ده غير اللي وديهم لك شافعي على المعرض، ولو عايز الرجاله تنقل دول دلوقتي ماشي. لا ما تحملش حاجه. خلص ال 20 اللي انا قلت لك عليهم. وبعدين بقول لك ايه؟ انا عامل لك حته عيش وانما ايه هترم عظمك تمام التمام. الصلاه على النبي. افتح يا قنديل. افتح يا قنديل انا عارف انك جوه. ايه ده؟ ده صوت شيت شابي. الم النور ونعمل ميتين ولا ايه؟ ميتين يا عم، احنا قاعدين في البساتين. انا هروح افتح يا قنديل. خلاص يا اخي خلاص، ايه الدوشة اللي بتعملها دي؟ اتفضل. كنت عند علام بتعمل ايه يا راس الحي؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت قاعد تعسعس علينا ولا ايه؟ في ايه بالظبط يعني؟ بقول لك ايه؟ رد الكلام بالظبط وما تدوش وتلف. قول كنت عند علام بتعمل ايه؟ قسما بالله لو ما استنى بس. نطلع بره نتكلم في اي حته. يلا ونطلع بره نتكلم. ليه ما نطلع؟ ولا زيزو لم عدتك واتكل على الله عايزين نتكلم مع بعض. لا ايه؟ بتقول ايه؟ بقول لا يا معلم، يعني خدوا انتوا بعضكم روحوا اي منطقه تانية اتكلموا فيها، عندي شغل لازم اقفله. انت بتكلمني انا يالا بالطريقه دي؟ لا انا اتقال لي لا. خلاص خلاص انا هقول لك اللي فيها. انا اديته 20 غساله. اديته 20 غساله؟ وانا خانق السوق عليه تديله 20 غساله؟ ليه؟ انا هقول لك وافهمك، انا اديته بالقطاعي. ياكل لقمه عيش ويبيع بره.
بره القاهره كلها وبره شارع عبد العزيز، ونفضل بقى انا وانت في شارع عبد العزيز نثبت السعر ونخلص من الجثث اللي عندنا ونفضل اللي جاي بقى. ما تفهم ولا اقول كمان؟ الله يصلح حالك، عين العقل يا معلم والله. طب ما قلتش ليه كده من الاول؟ ايه عايز تبقى انت المعلم وتمشيني وراك؟ معاش اللي ماشيك هو يا معلم. بقول لك ايه، ما تروحش العلام تتمنظر عليه وتكسر عينه عشان خاطري. تعالى بقى عشان نروح نبص على الصبيان اللي لالي الشوارع كلها بص علينا. يلا حبيبي يلا عشان ما نروحش في ده. يلا يلا يا شرشابي خلصني بقى، سبقنا انت. يلا يلا يا حبيبي يلا. متزوق الشارع بوجو طمطم هانت هانت يا معلمين.